افتتح الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني مركز الحرس الوطني الطبي بمعسكر الصخير، والذي يأتي ضمن مشاريع التطوير والتحديثات التي يشهدها الحرس الوطني وفق خطته الاستراتيجية 2020. وقام سموه بجولة في مرافق المركز مستمعا لإيجاز حول التجهيزات والإمكانيات التي يضمها، والتي تمثل نقلة نوعية في مستويات العمل الطبي بالحرس الوطني. ويضم المركز الطبي عددا من الأقسام الطبية المتطورة، من بينها غرفة للعمليات الجراحية مجهزة بإمكانيات وأجهزة طبية متقدمة، إلى جانب غرفة تعقيم مخصصة لتحضير الطاقم الطبي قبل الدخول لغرفة العمليات الجراحية، وغرفة معالجة لإجراء العمليات الجراحية البسيطة، وغرفة عناية لحالات الإنعاش والعناية القصوى. وعلى هامش الافتتاح أكد الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة اعتزازه بمستويات التحديث والتطوير الشاملة التي يشهدها صرح الحرس الوطني بشكل متواصل، وذلك ترجمة لتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وبما يسهم في تعزيز مستويات العطاء والفداء وتلبية نداء الواجب الوطني لمنتسبي الحرس الوطني. كما أكد سموه أن مركز الحرس الوطني الطبي يأتي استكمالا لمراحل التطوير والتحديث التي يشهدها الجانب الطبي بالحرس الوطني، والتي تعاقبت في مراحل تطويرية متتالية شهدها القطاع الطبي بالحرس الوطني.